موضوعنا اليوم الزواج على غير الصياغة القانونية في تونس، باش نبسطه لك. ما يعرف بالزواج العرفي ظاهرة اليوم ولينا نسمع بها برشا، خاصة يعني بعد الثورة عند فئة معينة من التوانسة اللي عندهم تصور ديني معين، يقول لك أحلال يعني ويحلوها، يعني مع أنه مثل هذا النوع يجرموا قانون التونسي. كان تحكينا على الموضوع. موضوع هذا يا حران شنو هو عرفي؟ خي نحن نعيش في غابة ما تجيش عرفي. قانون شنو هو عرفي؟ كان كيك الطويخ ونسال العالم ويقول له عرفي، شنو هو عرفي؟ هذه ما تجيش جملة. شنو هو عرفي؟ حيوانات، حيوان فما عقود، عقود ما رسمية بالقانون في العصر هذا. شنو هو عرفي هذي؟ هذي ديمودي عرفي، عصر الجاهلية. توا كل شيء بالقانون، المرأة تاخو حقها والراجل ياخو حقه زادا. هذي باش نبداو واضحين، شنو هو عرفي؟ في غابة ما تجيش جملة. هذي عرفي، هذي نراها كيما نقولوا نحنا عترسة، وبعد باش يبدل ويبدل 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 كيما الجماعة الآخرين يبدلوا برشا. مالا شنو شكون هم الجماعة اللي يبدلوا برشا؟ الرجال يبدلوا برشا، خاطر المرأة ما تنجمش تبدل. خلي المرأة كل عظمة تتكسر ساي يا خو يقعد تقعد ديما مع رجلها الأولاني، ما تنجمش تبدل المرأة، حاجة معروف. الراجل ديما يبدل، فهمتي كيفاه؟ الراجل ديما عنده كيما نقولوا نحنا اليوم مقرونة، غدوة يبدل كفتيجي ولا هرق، فهمت كيفاه؟ المرأة لا، المرأة الفينيش نتاعها في ساعة يطيح وفي ساعة تذبل كل وردة، في ساعة تذبل، وإذا ذبلت هو يولي يخسر الفوق، يولي يقول لك أنا صحيح أنا وبوكوس ومعناتها وعندي فلوس نسفر على وحدة جيمي، فهمتي تو الموضوع شنو هو؟ هذا أنا راه عرفي معناتها تنجم تكون من العطرسة، تنجم تكون من المال اللي الراجل في ساعة صور له برشا حكايات، ديما يحب يبدل، ديما يحب يبدل ماكلة المرأة وليت. فهمت شنو هذه؟ حرام في الدين. اكيد الظاهره هذه السلبيه عندها نتائج كيفها سلبيه، خاصه ولو افضى هذا النوع من الزواج بين ظفرين الى انجاب ابناء. بطبيعه سلبيه، خاطر هذا ينجر عليه برشا انعكاسات في المجتمع، يولي المجتمع كما نقولوا نحن اش باش نقول لك، المجتمع يولي يدخل المتاهات الفساد وبرشا حكايات، فهمت كيفاش؟ تولي موضوع اجتماعي حتى في تصور حتى في العالمي، معناتها تصير برشا حاجات معناتها اضطرابات كبيره تدخل بعضها، العالم كله يدخل بعضه بالحكايات هذيا. والله موجود بكثره، موجود بكثره الشيء هذايا، فهمتني كيفاش؟ بارتو يعني كامل ولايه، كامل تراب الجمهوريه، فهمتني كامل الولايات الكل. كثر الشيء هذا اللي يغيظ اللي اطفال الزنا، يعني كيف نقولوا نحن فما برشا اولاد قاعدين يجوا في الحرام، شنو ذنبه طفل هذاك طفل الزنا؟ ونحاولوا يعني كيف نقولوا نحن ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. موجوده بكثره الحكايه هذه، واللي يغيظ الشيء هذاك طفل الزنا اللي باش يجوا يكبروا في بلاد ما ترحمش، عقليه ما ترحمش، يطلع طفل كومبلكسي، يطلع طفل متعقد. وش نقول لك اختي، موجود بكثره، موجود شو يعني قريب نوصلوا النسبه نتاع مصر نحن. توا انت شاب في مقتبل العمر، كنت تقول لي شنو اللي يخلي شاب يعني صغير مقبل على الزواج يقبل على مثل هذا النوع من الزواج اللي هو لا قانوني لا مضمون في المستقبل؟ الامكانيات، خاطر الجواز العرفي ينجم يكري دار مبلي هو يتشاركوا ويعمل يعني كما نقولوا نحن جو وجوها، ويقول لك انا معايا عبارة مع عرسين، نقول لك سامحني فما مثل تونسي يقول لك علاش نشري في البقره ومادام الحليب متايس في السوق. يعني الامكانيات اكثر حاجه، شباب بطال ما عندوش باش يعرس، وتلقاه فهمتني كيفاش يمشي للغايه هذيك، خاطر غايه سهله سامحني في الكلمة، أنا نقول الإمكانيات، هذا حسب ظني فهمتني، الإمكانيات أكثر حاجة. يعني تلقاه الشباب خاطر كان جاي عنده باش إنسان يخدم وباش يعرس ما يمشيش الحكاية هذيك، شوف بنت حلال يعرس، بها الحلال ديما وحده، حتى في القرآن يقول لك ربي الحلال ديما وحده، وربي يلطف فينا وربي يبقى علينا الستر. كل ظاهرة سلبية أكيد عندها نتائج فيما بعد. بطبيعة الشيء اللي يخوف على قليلك باش يعملوا شيء هذاك، ربي يبقى علينا الستر ديما نعاود نقولها، خاطر لا تعظم للتبلاء، على قليلة يعملوا الوقاية مش ما يجيبوش الأطفال، طفل الطفل بريء يطلع ولد حرام سامحني في الكلمة، الشعب ما يرحموش والعباد ما ترحموش ويطلع يذيع مسكين ونجم يولي كلوشار منحرف ما عنده حتى ذنب في الشيء هذايا. على قليلة نقولوا للناس هذوما اللي قاعدين يعملوا في الحكايات هذايا يحاولوا يعملوا الوقاية، مش ما يجيبوش صغار، يجيبوا صغار بأمور الصغار لازمها تجي أمور قانونية،
هذه نحب نقوله اختي الغاليه. توا انت شاب تونسي في مقتبل العمر، انت مع او ضد الزواج على غير الصياغه القانونيه او ما يعرف بالزواج العرفي سواء كان بعقد او غير عقد؟ بالطبيعه باش نكون ضد، وانا نحب نعرس كيف اللي عرسوا قبلي، كيف ندادي نحب نفرح، نحب نجيب اقوى فنان. انا من القاسرين غاديكا في بلادنا نجيبوا برشا تزيريه، نحبوا نجيب فنان كبير برشا وباهي برشا نفرح كما فرحوا اللي قبلي. اما لهنا في تونس انا نراني عندهم فما برشا عندهم حاله عاديه، معناها نورمال تلقاها مصوحبه واحد ومعرسه بيه، هي في نفس هو يرى فيها مرته وهي ترى فيها رجلها، ولا فما الاصدق لا شيء، وفما صغار بعد هيك الصغار هذوك يتشردوا مطيشين في الشوارع، هات مياه هات دينار كيما انت كنت ترى فيهم توا، بالله سيجارو هذيك اخويا ربي يسترنا وكها. وانا الحاصيل كونتر الزواج العرفي هذا، نحب نعرس نورمال، نعرس كيما ندادي. صحيح كنت حبيت نعرس، اما توا مازال شوي خاطر البنيه اللي كنت نحبها مشيت على روحها توا باش تعرس، وانا ان شاء الله ربي سهل ونعمل عرس كيف الناس كله، عرس كبير ونفرح كيما اصحابي. شنو اللي يخلي الشاب في عمرك، مش نحكي عليك انت يعني نحكي على بقيه الشباب، ممكن تفهمهم وتفهمهم انت خاطرك في عمرهم، شنو اللي يخلي شاب او حتى شابه تخمم في مثل هذا النوع من الزواج اللي اول حاجه له قانوني وله مضمون فيما بعد؟ اول حاجه سبب لول والرئيسي ماهوش لا من الوليد لا من البنيه، اول حاجه من العائله. كل بنيه كيفها متكونه، فما بنيه متكونه من عائله هكا حزار، بوها حزار خوها حزار، ما تخرجش تلبس كان لبسه محترمه. فما عائلات كيف باش نقول لك، عائلات حاجات نورمال عادي تلقاها تروح بصاحبها معها للدار تمشي معها للدار. في تونس؟ في تونس اي موجوده في تونس، في برشا حوامل هنا في تونس، ونعرف برشا اصحابي يعملوا كيكه ويعيشوا كيكه ونورمال معرس وعبره مرته، هو لا مرته لا شيء، ما يقول لها مرتي وهي تقول له راجلي. في اللافان يجيبوا صغير وتلقاهم يدوروا بيه يدوروا بيه شويه عامين ثلاثه اربعه، وين تلقى ساعة ساعة رجلها يمشي للحبس ولا على براكاج ولا على حكاية، وهي مسكينة تقعد واحلة فك تفل ودارهم كيف كيف يتعبوا في جرتها وتعب دارهم وتتعب هي. أما بالنسبة في الأنتوراج اللي عشت فيه أنا، عشت في كان الرا أنا المرأة أخويا حاجة غير عادية، وأخويا تيح لرواح على نساء. احنا في القصرين عامناه والمرأة بنية صغيرة شلقوا بها مصحبة واحد ماتوا فيها ثلاثة، معناها حالة عادية ذي بالرسمي ماتوا فيها ثلاثة. عليه خاطر احنا غادي ناس مسكرة في روسها البنية، عنا بالرسمي عنا عباد نقولوا احنا مثلا هو مو عقبات، هي الدنيا فما نوعية متاع فما عقبات في البلاد في سبيبة في القصرين، البنية تقرأ من الأولى للسادسة ابتدائي وتبطل، هذي ما تكسرش في راس لازمها تبطل، ما يحبوهاش تقرا خاطر ما يحبهاش تدخل للكوليج، ما يحبهاش تعرف اولاد جدد، ما يحبهاش تعرف اصحاب الجمله. انا كنجيب بنوته ما نقريهاش بالطبيعه للسادسه ابتدائي، نقريها الوقت اللي وين تحب هي وندللها على الاخر، وما ندللهاش في نفس الوقت، ندللها طريقتي انا وما ندللهاش بطريقه كيما تعيش بها العباد هذوما، ما نخليهاش تعيش مع تحبها عندها اصحاب تبيع اولاد وبنات، اما اصحاب محترمين مش اصحاب كيما نرى فيهم انا توا بلي تصحب لي واحد يحربش ولا تصحب لي واحد كل يوم بالو يعلمها، اول حاجه يعلمها الكلام الزايد، يعلمها القباحه، تولي تتقبح فيا انا شنو نعمل لها انا بعديك هي تكبر كيف باش نشدها بالله، ولا نعطيها الواحد يحصل فيها. وقتنا ذيك هو جينا في وقت خويا خايف على الاخر، وبنات توا ما تفهمهمش، اليوم معاك غدوه مع واحد اخر حاسيلو كي كعبه الحلوه وين طايشها تجي ما تفهمهاش. عادي نورمال تو كثرت في تونس بكثره 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 في تونس بكثره، فتشوف البما الاماكن هذيا في تونس هكايا ولا في الاماكن هذيا مثلا كيما البحيره كيما البلايس كل توها تلقاهم قاعدين في القهوه بنات وكل شيء يستناو في واحد باش يدخل باش يترماو عليه، ولا واحد يبدا قاعد في قهوه يستنى في واحده باش تغمزوا ولا تكلموا ولا فهمتني.
أنا هذا ولد كثرت بزيد بزيد كثرت في تونس بكثرة. شنو اللي يخلي الفرد سواء كان ذكر أو أنثى يعني يقبل على مثل هذا النوع من العلاقات اللي لا يزي يعني حرام دينيا لا يزي ممنوع قانونيا لا يزي ما ما نقول لك أنا ساعات نجيب نقول لك أنا توكل من ناحية الراجل تبدأ مرته عاملة مع البيه وكل شيء هو راهو باش نقولوها معناها تلقاه مرته عاملة مع البيه هو ما 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 هو حياته كيك حياته جو حياته كيك يعيش يحب يعيش كيك والمرأة ساعات الرجل يعمل مع البيه وتلقاها هي كيك في الاثنين تلقاهم في الاثنين في الحالتين اثنين تلقى الرجل عامل بيه مع مرته موفر لها كل شيء كل ما تصوره في بالك ملتزمات الدار هاكلوا ليه ملتزمات الدار وهي مثلا هي الأصل هذاك الأصل الأصل نبنيه على الأصل كان أصلها به تقعد به كان أصلها خايب تقعد خايب وكي كيف الرجل كان أصله به يقعد به كان أصله خايب عليهش بيهم عارسينه وأصلهم به وتلقاهم معناها مكبشة في رجلها حتى سبت ما انت خذيته سي كتب المكتوب وخذيته شنية تو باش تبدلوا حالتين في الحياة هذه أنا ننصحها في سورة ما شاف هكا ولا هكا هي شافت هكا ولا هكا ماذا بهم يتفرقوا بالتراضي خير يعيشوا كان هي باش تعيش وتخزر له في الحالة هذيك أو صغار أو صغار وما صغار هو طلاق أبغض الله عند الله حرام طلاق فهمتني أما نجمش واحد وفما اللي عايش مضغوط عليه من صغاره مضغوط عليه من عائلته مضغوط عليه من خدمته مضغوط عليه من برشا حاجات هو شنو نتيجة مثل هذه الأنواع من العلاقات غير الشرعية في تونس خاصة ولو لو يعني أديت فيما بعد إلى إنجاب أطفال خارج إطار الزواج بيان سور فما 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 موجودة موجود موجود موجودة نجيب طفل خارج تبدو معارسة وتلقاه عندها طفل واحد آخر ومربيها مربيته فلانة وفلتانة وبعد بتمل مدة تطلع يطلع الطفل هذاك وشوف انت تو الطفل هذاك يطلع ويخطب اخته استغفر الله العظيم يخطب اخته يتعرف عليها القضاء والقدر موجود ماشي بيتعرف عليها في الكياس وتطلع هي اخته يعني هوني ما نحكيوش على مجرد علاقه غير شرعيه نتائجها تنجم تكون كارثيه كارثيه بالطبيعه كارثه كبيره سورتو اذا جابت منه صغير ولا وليد ولا بنيه وفهمتني وتخبي على راه ولا هو يخبي على مرته فهمتني غدوه الطفل هذاك يكبر ويتعرف عليها في اي مكان فهمتني وتطلع هي اخته ويكتبوا صديق وهي اخته حسب رايك شنو اللي يخلي رجل او حتى امراه تقبل على مثل هذا النوع من الزواج نوع من الزواج هذا في الظروف اللي احنا فيها في الوضع هذا في الوضع الحاضر هو يؤدي الى الفوضى كل عمل ليه مردوديه المردوديه نتاع الزواج معروفه شنو نسل هل ترى عنده الحق نهار اخر في عنده الحق نهار اخر في مستحقاته ما عندوش حق ولو انه هو شرعي الا انه معناها اللي توضح لنا سامحني يا بابا شو معناها شرعي شرعي على مستوى الدين الاسلامي الدين الاسلامي معناها ما كانش في السابق فيه كتب للزواج كانوا معناها قراءة الفاتحة هي الاساس في الزواج بحضور الشهود بحضور شهود وشهر ليلة الدخول شهر ليلة الدخول وحضار الشهود وقراءة الفاتحة يتم ورضاء والقبول من كلا الطرفين وحضور الولي بالنسبة بالنسبة للغير الثيب المرأة اللي ما تزوجش قبل أما إذا كانت معناها متزوجة قبل يزول لها أن تكتب زواجها بنفسها وهذا هو الدين انما الوقت الحاضر احنا ما نجموش نعملوا به زواج هذايا العرفي هذا يؤدي الى الفوضى يضيع حقوقه الناس اللي يجي من بعد يضيع حقوقه وتولي تشيع الاشاعات في الطرفين وتخرج منا ينعتون باشياء لا تليق بالانسانيه ولو انه صحيح ولهذا انا ننصح كل انسان ما يتجنب الامور هذه ونتائجه على الابناء يعني الحاصلين نتيجه الزواج هذا النتائج نتاعو وخيمه معناها وخيمه معناها مضره 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 مضره
مضره زاد هذا هو. نحبوا الناس تتوعى قبل ما تعمل اي حاجه. هذا زواج غير شرعي، هذا زواج يسمى فهمت يدعو الى معناها الى تضييع الحقوق.